بسم الله الرحمن الرحيم. نحن الآن نتواجد في مقر الأمن السياسي بعد أن قام الأبطال المجاهدون بتحرير مقر الأمن السياسي بعد حصاره لأكثر من 20 يوما، ولكن الحصار الحقيقي كان لمدة اليومين الأخيرين. وقام الأبطال في الأمن السياسي بتحريره وقتل 4 من عناصر الأمن السياسي وتحرير 11 أسيرا، إضافة ما غنموه من أسلحة خفيفة وأسلحة ثقيلة كما ترون. ها هي عربات البي ام بي، عربات البي ام بي تقريبا 3، وهناك دبابة T-72 إضافة إلى الدبابة التي تم تفجيرها. وكما وعدنا الأبطال المجاهدين المرابطين الذين قاموا بفضل الله على تحرير الأمن السياسي، بإذن الله سيوجه هذه الدبابات، دبابات النصيرية التي عادت إلى حق شعبها المظلوم، بدأوا ليوجهوها باتجاهها الصحيح. بإذن الله ستوجه إلى النظام النصيري، بإذن الله ستوجه إلى النظام الفاجر، بإذن الله ستوجه إلى نظام بشار الأسد الطاغي. وهي الأبطال بعد تحرير الأمن السياسي. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.